قناة اليرموك الفضائية قريبون منكم. تهم هذه الحكومة وإنما وقع في حكومات سابقة، ولكن للإجابة هناك تناقضات لا تحصل. التناقض الأول هو في سؤالي، لأنه الشق الجزائي كان كل يوم تتأخر الشركة المطار الدولي، كل يوم مجموعة المطار الدولي تتأخر عن كل يوم دفع 10,000 دينار للخزينة المملكة الأردنية الهاشمية. ما جرى وما يجري في العطاءات الحكومية بشكل عام أنه حدث هناك 3 أوامر تغييرية، وهذه الأوامر التغييرة زملاء النواب معالي الرئيس هي قد تكون للتهرب من دفع 10,000 دينار الغرامة اليومية، مع أنني لم أقتنع في هذا الموضوع. فلنفترض مثلا كما جاء الأمر التغييري الأول، وهو قامت به حكومة دولة نادر الذهبي بموجب قرار كذا كذا للمستثمر، تمديدا زمنيا مدته 6 أشهر. قناة اليرموك الفضائية قريبون منكم.